مرحبا، ان شاء الله تكونوا كلكم مناح، كلكم مبسوطين. انا مبسوط كالعاده، طبعا مو دائما مبسوط، بس الحياه فيها طلوع وفيها نزول. طبعا هل الشباب، شوف هالشباب دائما انا بكون ماشي بالشارع وهيك بشوف الشباب هدول، يعني لا يعقل شو هالانفرادية. كل شخص هيك بضل يدب حاله حيت سماعات وعم يتسمع اغاني على اساس، وما بيتخالط مع الناس، وبعدين بيجوا بيسالوكم ليش في امراض نفسيه، ليش الناس معقده نفسيا، ليش ما حدا في معه بايده مصاري، ليش ما حدا عم يشتغل. القاعده الاولانيه بالمصاري هي انه مصرياتك مع العالم، مصرياتك مع الاجانب، مصرياتك مع العفو، مع الغرباء. لازم تروح تحكي مع الغرباء، تحكي مع الغرباء. يعني حش حالك، اليوم كنت عم احكي، اليوم كنت عم اشرب قهوه بستاربكس، فكان وراي في اثنين عم يحكوا عن الطاقه الشمسيه. شو اسمها الطاقه الشمسيه؟ طلعت لورا حتى احكي مع، سلمت عليهم فورا، سالتهم انتم عم تحكوا عن الطاقه الشمسيه عم يحكوا ايه؟ بلشنا نحكي شوي عن ال، انا بدي افتح مشروع، بدي اعمل شيء شغله، يعني بدي اعمل شيء قطاع الطاقه رح يكون في له جزء كبير من ميزانيه الدول. فعم نحكي، فعم يشرح هو القوانين يعني. طبعا فدائما انتكش العالم، انتكش، ما حدا رح يجي لعندك. دائما الناس بتكون عم تنتظر الخطوه الاولى تجي من الحياه. الحياه بتشتح لك فرص، انت بس لازم تمسك الفرص، لازم تستغل الفرص. في اغلب الناس بيكونوا مفكرين انه بس يحصلوا على شغله معينه، بس يصير شيء رح يغيروا من حالتي، بس يعملوا، بس مثلا يشتروا شغله جديده رح يتغيروا من حالي، بس يتزوجوا رح يتغيروا من حالي، بس يجيبوا ولد رح يتغيروا من حالي، بس تصير شغله هن بعدين بيتخذوا قرار بيعملوا فعل. كنت انا هيك طبعا من زمان، يعني طبعا كنت انه بشتري شغله انه هي رح تخليني انبسط، هي رح تخليني كذا. لا، بدك تعمل انت بالاول، انت بدك تعمل الشغله، بدك تبلش انت يعني. فدائما عم طلع على هدول الشباب هدول منتظرين انه ان شاء الله الله بيحلها، ان شاء الله بتزبطوا. اذا ما تحركت انت كيف يعني؟ الله شو شايفكم كلكم بده يساعدكم يعني؟ اذا انت ما عملت شغل كيف بده يساعدكم؟ ليش لحتى يفضل شخص ما عم يبذل جهد على شخص عم يبذل جهد؟ انه ليش ليساعده لهذا اللي ما بيبذل جهد وبده يساعده لهذا، عفوا، ليش بده يساعده لهذا اللي ما بيبذل جهد وبتركه لهذا اللي عم يبذل جهد، اللي عم يشتغل ليل مع نهار لحتى يغير من حالته؟ ليش؟ انا بلشت من الصفر، بلشت من الصفر. كل الناس بتفكر بدك مصاري تبلش، لا، بدك اول شيء بدك علاقات، بدك ناس، بدك تحكي مع العالم، بدك تحكي تحركش مع العالم، بالعالم بدك تحكي مع العالم، خلي الناس تشوفك يعني انه انت بدك تعمل شغله. بس بتعمل علاقات لحالها بصير في عندك، بصير في فيك تظبط وضعك. لنفترض بدك تدور على شغل، بده يكون عندك علاقات، بدك تظبط وضعك، بدك تشوف مين في 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 يدبر لك وظيفه، مين في يدبر لك عقد عمل، مين في يدبر لك مشروع. هيك بدك تعمل. اما كل الناس هيك، ما حدا عم يحكي مع حدا، حتى السماعات وكذا. ليك بتشوفوا هالجيل الطالع هذا، كل جيل التسعين، عفوا الالفين، يا بيحط السماعات يا على التليفون يا ما بيتواصل مع بعض. البزنس او الشغل بشكل عام هو التواصل، هي القاعده الاولانيه، تتواصل مع العالم، تحكي مع العالم. مثل ما حكينا دائما بحكي مع العالم، دائما بعطي نصائح للعالم. مصرياتك بجيوب غيرك، لازم تحكي مع هذا الشخص، تعطي خدمه، تعطي منتج لحتى تاخذ مصرياته، لازم تخدمه وتاخذ مصرياته وتاخذ مصاري منه. ما في نقص بالمصاري، المصاري في كثير يعني. اذا ما حتى اذا في نقص بيطبع فورا بيطبع. شفتوا كيف الناس كل الدول عم تطبع مصاري، عم تطبع. في نقص مصاري ولا اي مشكله، نطبع وبرفعوا الضرائب طبعا، والرواتب بتضل على نفس المستوى. فدائما حركوا. هلا الحكي للشباب يعني، حركوا. دائما تحرك، لازم تتحرك دائما. ومتى ما شفت، ما عملتوا الخطوه الاولى، بتشوفوا دائما بتجيكم فرص، حتى تتعلموا بعدين تستغلوا الفرص. اذا عجبكم الفيديو بتمنى تساعدوني انشر التفاؤل بين العالم، وتعملوا لايك وتعملوا شير اذا عجبكم الفيديو. شكرا.